والعمر بعزقه. في ايه اكتر من كده ممكن تعمله يعني هتعرف تخاف منه بعد كده؟ انت رميت نفسك من طياره على ارتفاع 800 متر، بيسيبوك هي ثانيه، لو ما شطتش لوحدك انت بتتزق. 25 سنه اللي هم عمري هم عدوا عليا في 3 4 ثواني دول. انا كنت قفز مظلات اساسي، هي في مصر في كذا مكان بيمرنوا، هي اصلا رياضه عسكريه يعني، هي كانت اللي هو سلاح المظلات اللي في الجيش اصلا، فبعدها خلوها بقت رياضه عادي ممكن اي حد مدني ممكن يلعبها يعني. ففي كذا مكان في مصر بيمرنها، هي مش خوف على قد ما هي كانت حاسه ان انا تعبت. انا من اول هو انا قعدت 3 شهور بالظبط، الدوره المفروض بتبقى شهر ونص لشهرين، بس ميعاد القفز هو اللي ممكن يأخرنا شويه عشان بيتحدد بقى من الاتحاد والارصاد وكده. التمرينات هي كان تمرينات المظلات كانت متقسمه 4 حاجات، كان فيهم اول حاجه اللي هو اللياقه التكوينيه، فهي كانت حاجات ثابته، منهم اصلا طابور الجري بتاع الضاحيه ده، فاحنا كنا بنجري ضاحيه زي بتاعه الجيش 5-7 كيلو، فده في كل تمرين. انا وفي الفتره الاخيره كنا بننزل يوم ويوم، فيوم ويوم جري بس، وفترة الأخيرة كنا بنجري بالبيادة على الأسفلت مش التراك، فالوضع كان صعب. كان عندك العقلة حاجة أساسي، أنا ما كنتش بعرف أطلع عقلة وكنت بتعب، الجري ما كنتش بعرف أجيب لفتين تلاتة على بعض، فبعد كده نفسي بدأ يكبر. البطن، الضغط، تمرينات السقطات بتاعت عشان دي الصدمة بتاعت الأرض، فكان في طابور كده لياقة تكوينية ده كان محدش يستحمله بصراحة. أنا بعد أول تمرين رجعت فضلت أسبوع مش عارفة أقوم أصلا من السرير، وتاني تمرين وتالت تمرين فكنت بتعب اللي هو انا مش قادره اصلا اكمل، بس قلت لا يعني كل موت عليها الضريبه بتاعتها. يعني هكدب لو قلت ما خفتش، اكيد كان في خوف جوايا وكان في رهبه، بس انا كنت عايزه اكسر ده. بحب دايما اوصل لنقطه انا خايفه من حاجه، طب انا هدخل اعملها عشان اكسر نفسي الحته دي. ما عنديش حته مستحيل، هي صعبه فبالمحاولات هتيجي. بص انا عندي في البيت شويه هم عارفين ان انا مجنونه بعمل حاجات كثيره غير متوقعه، فاهمني؟ بقول لهم مظلات، فاكرين ده كله تدريب ارضي، فمش لسه ما كانش جه في دماغهم ان هو الموضوع هيوصل فعلا هنط من طياره، لحد ما جت بقى مثلا قفزه قربت وهتتحدد، يا بنتي انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ قلت لهم هي تجربه وانا عايزه اجربها، حاسه هتفرق معايا قوي يعني، على الاقل نفسيا هتثبت حاجه لنفسي. انا مفيش حاجه ممكن اخاف منها يعني، حاسه لا ادتني ثقه في نفسي رهيبه بجد يعني، 10 اضعاف كده الثقه اللي كانت ممكن تبقى موجوده. في ايه اكتر من كده ممكن تعمله يعني هتعرف تخاف منه بعد كده؟ انت رميت نفسك من طياره على ارتفاع من 800-1000 متر يعني حوالي كيلو، رميت نفسك في الجو، رميت نفسك في طاير، انت مأمن على نفسك اصلا نازل بحته قماشه ممكن اصلا الطياره دي كان ليها رهبه بقى تانية خالص. دخلنا اصلا بدايه ان احنا كنا الطياره التانية، فالطياره اصلا جايه وهي شغاله مراوحها شغاله، انا فجاه لقيت درجه حراره حاسه ان هي 70-80 انا مش مستحملها، بسولار بيطير في وشي، انت ماشي ظهري كان جلوه باظ. طلعنا الطياره في طابور معين بندخل من باب الرمل اللي هو بيبقى في ديل الطياره من ورا، نقعد نفس الترتيب كل واحد ليه رقم بيبقى عارفه. بندخل العسكري بيستلمنا، بيبقى فيه اللي هو الشريط الفتح اللي ماسك في المظله ده، بياخد القفل بتاعه بيربطه في واير الطياره. دي بقى اللحظه لحظه اللي هو الجرس اول ما رن في الطياره، شويه بس ادرينالين طلع في السماء. اصلا انت دلوقتي هترمي نفسك من الطياره، انت سايب نفسك، انت شايف هتوصل الارض ولا لا؟ مع ان انت متاكد انت هتوصل الارض بنسبه كبيره يعني بعد ربنا، في حته من جواك انت ايه ده. وصلت عند باب الطياره، انت المفروض بيسيبوك هي ثانيه، لو ما شطتش لوحدك انت بتتزق، فهو عشان بيبقى فيه تحديد لازم يبقى بينك وبين مسافه لزميلك يعني عدد امتار معينه، فمتقسب الثواني، فهو بيزقك. احنا لو هيسيبنا كلنا لدماغنا انت نط بمزاجك، محدش هينط فعلا يعني. لازم الدفع. فانا في ثانيتين، هي المظله بتفتح من 3 ثواني ومعاك ثانيتين احتياطي 5 ثواني، وهي فتحت معايا في 3-4 ثواني، ففي 3-4 ثواني دول انا 25 سنه اللي هم عمري هم عدوا عليا في 3-4 ثواني دول.
اتفي الهواء ثلاث، مع ان ثلاث ثواني ده يسكروا اصلا، بس بالنسبه لي لا كان هي مفيش حاجه هتوصفه. مفيش حاجه هتوصفه. انت رميت نفسك من طياره من غير مش متعلق بحاجه، و لا موضوع هي كانت متعب خوف. يعني دقيقتين واربعين ثانية في حياتي. لا بص، هو في ثلاث ثواني اول باب الطيارة لحد ما المظلة بتفتح ياخد ثلاث ثواني وثانيتين احتياطي، يعني ثلاث اربع ثواني انا عشتهم دول بالخمسة وعشرين سنة بتوع عمري كلهم اللي عشتهم حرفيا لحد ما المظلة فتحت. احساس مش عارفة اوصفه، يعني هو محدش هيحس غير اللي جربه. انت في هوا على ارتفاع، انت مش عارف ايه اللي بيحصل، انت كسرت قواعد الدنيا. عارف احساس انت طاير، هو انت طاير، انت طاير في السماء، انت طاير حرفيا. بس المظله فتحت وبصيت لفوق اطمنت، الحبال فكت تمام، الحاجات اللي احنا متمرنين عليها كلنا عارفين اي حاجه ممكن تحصل في المظله هنتعامل معاها. انا حصل معايا حاله من الحالات ان الحبال بتاعه المظله، الحبال بيبقى طولها 30 متر مع اربع شرايط، حصل عليها ليات، ليات وصلت لاكتر من تلتينها، فدي كان دي المفروض فيها فتح المظله الاحتياطي. احنا بيكون معانا مظله احتياطي عشان لما بيحصل اي حاجه في المظله الاساسي فانت معاك الاحتياطي. فانا عرفت اتعاملت معها ويعني اتفكت الحمد لله معايا. طبعا ده من التدريبات، يعني من التدريبات وسطر من ربنا. فكت معايا، لو ما كانتش فكت دي كانت حاله من ضمن الحالات الاساسيه اللي متمرنه عليها ان انا لازم افتح المظله الاحتياطي. حد بقى ما بدات اقرب من الارض واشوف بقى ال 200 قدم و 30 قدم، وبدات احدد بقى اتجاهاتي، لان احنا واخدين برده من ضمن التوابير بقى عند مسافه معينه اتجاه وتباين، وهنزل ازاي عشان اخد الصدمه بتاعت السقطه بتاعتي، هنزلها ازاي عشان يعني ما تكون من غير الحق، يعني من غير اي اصابات او من غير اي حاجه. بس فالحمد لله قدرنا يعني، والحمد لله ان اليوم ده ما كانش فيه رياح، لان دي من العوامل اللي ممكن تبقى مؤذيه خصوصا لحد اول قفزه دي، فبتبقى مش احسن حاجه. زادت قوي بعد القفزة، حاسة أنا عملت حاجة مش أي حد بيعملها، حاجة مختلفة، حاجة خطيرة. أنا محبة دايما اللي هو إيه، أروح أشوف إيه اللي مستحيل أو اللي ما ينفعش يتعمل فأنا هعمله.